بسم الله الرحمن الرحيم. الصف السادس، نكمل موضوع الويت. اخر حاجه خدناها الحصه اللي فاتت، السيشن اللي فات، اخدنا السبرينج سكيل وقلنا ده يستخدم. تاني، اخر حاجه خدناها سبرينج سكيل وقلنا ده يستخدم في قياس الويت اوف ان اوبجكت، واتفقنا ان الميجرنج يود بتاعتي هي عباره عن مين؟ عباره عن نيوتن. هنا طريقه الاستخدام، ازاي بستخدم السبرينج سكيل في ميجر ذا ويت؟ الموضوع اسهل ما يكون، الموضوع اسهل ما يكون. بيتم ازاي يا سير؟ بيتم ان انا هنا اول حاجه هانج ذا او فيكس ذا سبرينج سكيل من الابر هوك، الهوك اللي فوق ده انا بثبت بيه السبرينج سكيل بتاعي في اي مكان ثابت، وليكن حيطه، جدار، مسمار. بعد كده في بوتوم هوك اللي هو الهوك السفلي، ده بعمل فيه ايه؟ بحط فيه الاوبجكت اللي انا عايز احسب الويت بتاعه. طبعا بمجرد ما احط الاوبجكت، السبرينج اللي جوه، السلك الحلزوني اللي هو السبرينج اللي جوه، بيحصل له اكسباند. كلمه اكسباند يعني تمدد، ولما يحصل له تمدد يبدا البوينتر المؤشر ده يتحرك على التدريج ويشاور على الويت بتاع هذا الاوبجكت. ده بمنتهى البساطه اللي حصل. اخلي بالي من ايه؟ اذا كان العلبه دي بول ذا سبرينج داون مور، طبعا بتشد السبرينج لتحت. اند ذا ريدنج اوف ذا بوينتر، والريدنج بتاع البوينتر بتاع المؤشر ده هو ده اللي بيدل على الوزن، الويت بتاع الاوبجكت. يبقى تاني، اول حاجه هذا السبرينج بيحصل له اكسباند، ولما يحصل اكسباند، الصوت كان بيقطع بقى مظبوط دلوقتي الحمد لله، يحصل اكسباند بيشاور البوينتر على الويت، الرقم بتاع هذا الاوبجكت مسجل الويت بتاعه. The reading of the pointer increased in case لحد ما تثبت. Wait until the object becomes stable لحد ما يثبت خالص، وتقرا الريدنج. الكونكلوجن: The weight of any object can be measured by spring scale by. ايوه الحته دي مهمه قوي يا جماعه. ازاي بقدر احسب الويت؟ By determining. كلمه determining يعني بتقدير، بحساب. بحساب the extension of the spring. يعني ايه؟ نسبة ال extension في ال spring هي دي ال weight بتاع هذا ال object. تعالى بقى كده خلصنا ال weight وعرفنا ازاي بحسب ال weight ب spring scale وكمان ال unit بتاعته اللي هي النيوتن. طب هل يا سيدي ال weight ده fixed؟ لا. طب هل الماس fixed؟ اه. الماس من البروبرتيز اوف ذا ماس، الماس از افيكسد فاليو دازنت تشينج باي تشينجينج ذا بليس. طب هل الويت كمان فيكسد فاليو؟ لا. نو. امال ايه؟ الويت يا جماعه فاريبل، فاريبل يعني متغير. الويت فاريبل متغير، بمعنى ان الويت ده ما هو ثابت. الويت على الارض، حتى على الارض نفسها عند التو بولز غير عند الاكويتور، خط الاستواء. يبقى معنى كده الويت ده بيتغير من مكان لمكان. حسب ايه؟ حسب 3 فاكتورز، ودول مهمين جدا جدا جدا. 3 فاكتورز، 3 عوامل بتاثر فيها موضوع الويت. طب تعالى نشوف كده. وات از ذا فاكتورز افكت على هذا الويت؟ يبقى يا جماعه الفاكتورز، العوامل اللي بتاثر على الويت بتاع الاوبجكت، 3 عوامل مهمين جدا. هبدا امسك واحد واحد من 3 فاكتورز واشوفه ازاي بيأثر على الويت. الاول، الويت اوف اني اوبجكت افكتد، يتاثر بايه؟ ب 3 فاكتورز، 3 عوامل اللي هم ايه بقى يا سيدي؟ خد عنك. نمبر 1، ذا اوبجكت ماس،
يعني ايه اللي هي الماس بتاعت الاوبجكت. الاوبجكت ده عنده ماس كبيره، كل ما الماس تزيد الويت هو كمان بيزيد، كل ما الماس بتزيد الويت كمان بيزيد. اتنين، ذا بلانت، بلانت معنى الكوكب، ذا بلانت او البليس وير ذا اوبجكت اكزيست، المكان اللي فيه الاوبجكت. تمام. ثلاثة، ذا ديستانس بتوين ذا اوبجكت اند ذا سنتر اوف ذا ايرث، المسافة بين الاوبجكت ومركز الارض، يعني كل ما ابعد اطلع لفوق المسافة بتزيد. دي العوامل دي كلها بتأثر على الويت. يلا نمسك واحد واحد من دول ونشوف ايه الموضوع. اول حاجة مين؟ ذا ماس اوف ذا اوبجكت. عايز اعرف ازاي الماس هتأثر في الويت. الراجل عمل تجربة جميلة جدا زي اللي عندك دي، طبعا نفس الرسمة عندك بس الحاجات اللي على البالانس اللي مختلفة شوية على السكيل. عمل ايه؟ جاب مجموعة من الاوبجكت، التيبل ده سجل فيه البيانات، كل مرة يحسب الماس على البالانس سكيل ويروح يحسب الويت على السبرينج سكيل، يقوم حاسب الماس على البالانس سكيل والويت على السبرينج سكيل كل مرة كده، وقام مسجل البيانات زي ما انت شايف كده في الجدول ده. الجدول ده عبارة عن ايه؟ اول حاجة فيها ماس اهو، الاوبجكت ماس بالكيلوجرام والويت بنيوتن، كل مرة يحسب الماس هنا وياخده يحسب الويت. طيب الاوبزرفيشن واضح من الجدول اللي كان الويت الماس بتاعته كيلوجرام، لقى الويت بتاعه 10 نيوتن، 2 كيلوجرام 20، ودي خدناها يا جماعه في نيوتن، قلنا ايه؟ كل واحد نيوتن بيساوي 100 جرام. وسالتكم وقتها قلت لكم لو كان كيلو جرام هيبقى ايه؟ قلتوا لي هيبقى 10 نيوتن. هو ده الكلام اللي وصلنا له. كل ما الماس بتزيد، شوف بص، كل ما الماس بتزيد الويت بيزيد. كل ما الماس بيزيد هقول الكلمات اللي هيحصل، اصبر عليها شويه. كل ما الماس بتزيد الويت بيزيد. فاستنتج علاقه ان العلاقه بين الماس والويت دايركت، باي انكريز ذا ماس اوف ذا اوبجكت its weight increase and vice versa. اهو as the object mass increase its weight either ايه يا جماعه increase. خلي بالك من النوت دي، الراجل طلع علاقه، قال في علاقه بين الماس والويت. ايه هي؟ ان الويت بتاع اي object equal الماس بس بشرط بالكيلوجرام باي 10، ودي خلي بالك لازم تفهمها كويس لان هناخد عليها بروبلمز، مسائل هناخدها. يبقى اول حاجه انا هعمل مثلث، وسيادتك من فضلك تعمل المثلث ده عندك في الكتاب جنب في زاويه كده جنب، يعني انا هون في الحته دي كده هقول لك ازاي اهو، سوري، تحطه مثلا فين؟ هنا في الحته دي كده، يعني تعمل مثلث في الحته كده وتكتب فيه ايه المثلث ده. هتعمل مثلث ده كده وتقسمه بالشكل ده اهو كده اهو، وشنخط ده كده، وتكتب فوق الويت، ويت اون ايرث، الويت اون ايرث يعني الوزن على الارض. تمام. وبعد كده تحت في خانه من الخانتين دول هتكتب الماس باي كيلوغرام، الماس باي كيلوغرام. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي كده حاجتين، الويت اللي انا عايز احسبه والماس بالكيلو جرام. هنا هكتب 10، ويبقى عندي
القوي اللي عندي بيقول ايه؟ لو عايز تجيب الويت بتاع اي اوبجكت ايكوال الماس بس بشرط كيلوغرام باي 10. الماس باي كيلوغرام ايكوال الويت بالكيلو، الويت بيساوي الماس بالكيلوغرام باي 10. يبقى معنى كده انا عندي قانون بيقول عشان احسب الويت بتاع اي اوبجكت على الارض، على الارض اصبح الويت ايكوال الماس بالكيلوغرام باي 10. طب افرض يا سير الراجل جاب لي، ممكن تاني حاضر هعيدها تاني، افرض الراجل جاب لي الماس عندي بالجرام، اقول له لا اسف ما ينفعش، لازم احول الى كيلو جرام. مثال، قال لي عندي اوبجكت الماس بتاعته 5000 جرام، احسب لي الويت. اقول له استنى انا ما بشتغلش بالجرام، الاول هعمل ديفايد على 1000 علشان احولها لكيلو جرام، تطلع كام كيلو جرام؟ 5. هنا بقول له الويت بتاع هذا الاوبجكت اللي الماس بتاعته 5 كيلو جرام، هكتب القانون الويت ايكوال الماس باي 10 بس ما انساش انها بالكيلو جرام، ايكوال ال 5 باي 10 ايكوال 50 نيوتن. هقول الكلام ده تاني عشان الناس تركز معايا. أنا عملت مثلث، حتى في الامتحان المثلث ده اعمله بالرصاص كده في أي ورقة، فوق الويت اون ايرث الوزن على الأرض، تحت حاجتين الماس بس شرطي تكون بالكيلوجرام، وهنا 10. أنا عملت المثلث ليه؟ لان المساله ديت ممكن يجي فيها شكلين. تعال اقول لك الشكل الاول، يقول لي ايه؟ احسب لي، احسب كالكوليت ذا ويت اوف ان اوبجكت اون ذا ايرث هوز ماس ايكوال 3 كيلوغرام، كالكوليت ذا ويت. طب تقول لكم حاجه، تعالوا نشوف كده مساله من المسائل اللي عندي. هات لي كده صفحه 31، صفحة 31 عندك في الكتاب، أنا هجيبها من عندي طبعا هتبقى مختلفة عندي. 31 فيها فوق كده حاجة اسمها بروبلمز، مسائل، يلا إيه نشتغل في دي ونطبق مرة واحدة علشان تبقى العملية مباشرة. يقول لي إيه؟ An object mass 30 كيلوغرام on the earth calculate the weight on the earth surface. زي ما قلت لك اول حاجه بعملها، اول حاجه بعملها بعمل مثلث اهو، ويبقى فوق الويت على الارث، وهنا الماس بالكيلوغرام، كتر خيره جايبها بالكيلوغرام، وادي تاني هو عايز مين؟ الويت. الحاجة يا جماعة اللي بيعوزها، الحاجة اللي هو بيعوزها بعمل ايه؟ بقوم مخبيها. أنا عايز الويت على الإرث، أخبي الويت على الإرث. اتبقى عندي مين؟ الماس، ولما يكونوا جنب بعض كده يبقى باي. الماس باي 10. يبقى أصبح عندي هنا الويت على الإرث إيكوال الماس باي 10. اكتبها له كده كقانون، الويت ايكوال الماس بالكيلوجرام باي 10، وابدا اعوض بقى كام الماس 30 باي 10 ايكوال 300 بس بالايه يا جماعه؟ بايه؟
النيوتن. تمام؟ هنقول الكلام ده مرة تانية. حاضر يا سنتي، هقوله تاني اهو. أول حاجة زي ما قلت لك بقرأ المسألة، يقول لي إيه؟ احسب لي الويت بتاع هذا الأوبجيكت on the earth's surface. حاضر يا سيدي، على سطح الأرض. الراجل جاب لي الماس، هي بكام الماس؟ ب 30 كيلو جرام. أنا زي ما قلت لك عندي هنا في الجزء ده في المثلث ده الحاجة اللي أنا عاوزها بخبيها، أنا عايز الويت على الإرث، أو مخبي الويت على الإرث خالص. لما يكونوا جنب بعض كده يبقى باي. طب لو كانوا تحت بعض أنا هعمل كمان مثلث أهو، بصوا برضه الويت على الإرث، وأدي الماس الكيلوجرام وأدي التن. افرض المرة دي عايز الماس، احسب لي الماس، جايب لي الويت وعايز الماس. ما أنا يا جماعة في المسألة ديت عندي كام حاجة؟ حاجتين. عندي الويت على الإرث وعندي الماس. ساعات يطلب الويت على الارث وساعات يطلب الماس، ايا كان بقى. طب لو طلب الويت على الارث اقول له الويت على الارث ايكوال الماس بتاعتك باي 10. ماشي. طب اف الطلب عندي الماس، او مخبي الماس، لو انت عاوز الماس وكان مديني الويت على الارث ايكوال الويت على الارث ها ديفايد المين التن، يبقى الموضوع كله في المثلث ده في حاجتين، يا عايز الويت يا عايز الماس. تعال نشوف كده المساله اللي قلناها كمان مره، نحلها كمان مره. يبقى الراجل عايز ايه في المساله؟ عاوز الويت، احسب الويت على الارث. اقول له الويت على الارث ايكوال الماس طبعا بالكيلوجرام باي 10 ايكوال. الراجل مديه الماس ب 30 وادي ال 10 ايكوال 300 نيوتن. ادي يا جماعه المساله دي. طب تعالى كده نشوف مساله ثانيه. يقول لي ايه؟ طبعا هنا علمون، انا لسه ما خدتش علمون. ان اوبجكت اون الماس بتاعته على الارث 6 كيلو جرام، كالكوليت ذا ويت اون ارث سيرفيس. نفس الجمله، عشان احسب الويت على الارث هقول له بيساوي الماس باي 10، يبقى 6 باي 10 ايكوال ايه؟ ايكوال 60 نيوتن. سد شويه، انا عايز واحده فيها ويت كل ده. بص معايا كده في نمبر 6، عندكم بقى نمبر كام؟ عندكم نمبر 6 برضو عندكم. بقول ايه بقى؟ ابادي هوز ويت قد كده. بس ده علمون، لسه ما خدناش علمون. انا كنت عايز حاجه اهو، هاتوا نمبر 8. A weight of your body on the earth's surface 600 نيوتن. يبقى الراجل في المسألة دي اداني الويت، عاوز هو مين؟ الماس على الارث. بص الويت 600 نيوتن، عاوز الماس على الارث. اقول له انت عايز الماس على الارث، ما تيجي كده نعمل المثلث بتاعنا اهو. ادي المثلث اهو، فوق الويت على الارث، تحت الماس، وادي التن. الراجل المره ده عايز مين؟ عايز الماس. يبقى احط ايدي على الماس اخبيها، اتبقى عندي ايه اللي باين؟ الويت على الارث وتن، وما دام تحت بعض يبقى ديفايد. يبقى عشان اجيب الماس ايكوال الويت على الارث ديفايد التن ايكوال ادي ال 600 بتوعي ديفايد ال 10 ايكوال 60. اوعى تنسى 60 ايه؟ كيلو جرام، لان الماس بتحسب بالكيلوجرام. طيب لو في حد عنده حاجه مش فاهمها في الحته دي يتفضل رايز هاند عشان اتابعه. يبقى الموضوع ده اول فاكتور، اول حاجه بتاثر على الويت وهي الماس، وطلعت انا بالعلاقه ديت. طيب نشوف مين. اتفضلي يا مين؟ جودي. اتفضلي يا جودي. سير لو سمحت، هو ممكن تعيد تاني الحته اللي 6 دي بتاعت الويت اون ايرث والماس على الارث؟ بص يا حبيبتي، انا عندي زي ما قلت لك من شويه، بص طيب ركزي معايا،
انا قلت من شويه الموضوع كله في المثلث اللي انا عملته. المثلث فيه ايه؟ فيه ثلاث حاجات. هعمل واحد جديد خالص اهو. فيه وكبير جدا اهو، اهو مفيش اكبر من كده. المثلث ده فيه 3 فاكتورز. ايه هم 3 فاكتورز؟ اللي فوق اسمه الويت اون ايرث، تحت عندي الماس بس شرط تكون بالكيلوجرام. هنا تاني، انا دلوقتي عايز اشوف هو عايز ايه مني. لو عايز الويت على الارث احط ايديا اخبي، يعني كان بصوا يا جماعه كان ايه، ايديا اهي اخبي بيها الويت على الارث مش باينه، لان هو عايزها. يبقى الحاجه اللي هو طالبها مني كان بخبيها بايديا. اتبقى مين باقي في القانون؟ الماس باي التن. طيب ماشي يا سي، ادي واحده. حاضر حاضر والله عليك. بس انا عايز اقول قول او بعدين اقول لك المساله بتاعتك عشان تفهميها. حاضر، ادي واحده. طب الحاجه الثانيه، لو هو يا سير طالب مني الماس، يبقى هيديلي الويت على الارث بكذا، احسب لي الماس. طب في الحاله دي اعمل ايه؟ ما دام طالب الماس احط ايديا على الماس واخبيها. اتبقى عندي مين؟ الويت على الارث وتن، ما دام تحت بعض يبقى ديفايد. تعالي يا ستي في المساله بتاعتك اللي هو جايبها لي، يلا نروح لها. بيقول ايه في المساله؟ من عندكم بقى، روح من عندكم. المساله رقم 8 اللي احنا قلناها من شويه، بيقول لي ايه؟ If the weight of your body on the earth's surface 600 newton. يبقى الراجل ادالي الويت. لو انا بصيت بقى يا جماعه للمثلث بتاعي ده هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه الويت اداهولي، قال لي الويت 600 نيوتن اهو، الويت 600 نيوتن. فاضل مين عندي اللي مش باقي؟ اللي هو عايزه الماس. يبقى لو انا حطيت ايدي على الماس كده، يبقى الماس ده بيساوي ايه؟ الويت اللي هو 600 ديفايد 10. اقول له انت عايز الماس؟ حاضر. اذا الماس ايكوال الويت بتاعتك ديفايد ال 10. طب انت اديت لي الويت كام بتاعتي؟ 600 نيوتن ديفايد ال 10 تطلع 60. بس انا عشان ابقى اجيب الماس، الماس تحسب بالكيلو جرام. طيب انا مش عارف في، طيب حاضر اتفضلي يا مين. هاجر، اتفضلي يا هاجر. يعني كتير هو بايتن دي ما بتتغيرش، هي بس العلامه اللي في النص هي اللي بتتغير. ايوه تن دي ثابته اللي احنا وصلنا لها. لو انا عايز الماس يبقى الويت ديفايد 10. لو كان هو مديني الماس وعايز الويت او حاطط ايدي على الويت مخبيها، بقت الماس باي 10، يبقى جنب بعض باي تحت بعض ديفايد. حسب هو ادالي ايه؟ ادالي ماس يبقى عايز ويت، ادالي ويت يبقى عايز ماس. انا كل موضوع بجيبه بمثال زي ما انتم شايفين كده. تمام؟ تمام. طب نشوف طه، اتفضل يا طه. سير، هو احنا كنا بنحول الجرام للكيلو جرام ازاي؟ من جرام لكيلو جرام بتعمل ديفايد على 1000. لو جاب لك 5000 جرام فيهم كم كيلو جرام؟ فيهم 5. دي بتاعت الماس يا طه، يعني سهله ان شاء الله. طيب نشوف مش عارف ايه موكا، ايه دي موكا دي ما اعرفش ايه. ملك، اتفضلي يا ملك. يا ملك من فضلك بعد كده اكتبي ملك لو سمحت. اتفضلي يا ملك. ايه يعني انت حضرتك قلت ان الويت لما بيطلع الرقم معاه ويت، يعني السؤال بيتكلم عن الويت بيطلع الرقم وجنبه كل جرام، لما بيبقى ماس بنحط جنب الرقم يا نيوتن. حبيبتي لا انا ما معرفش، ما فيش حاجه اسمها لما يبقى يبقى. بص يا حبيبتي، البروبلم فيها حاجتين، يا ويت يا ماس. لو هو في البروبلم اداكي الويت، قال لك الويت بتاعك كذا، احسبي لي الماس. ما دام بحسب الماس، يبقى ما دام بحسب الماس
ما دام بحسب الماس بيتحسب بالكيلوجرام. طب افرض المسألة دي قال لك الماس بتاعتك قد كده، جيبي لي الويت. ما دام بجيب الويت، بجيب الويت بالنيوتن. مفيش بقى لو كان كذا يبقى كذا. انا شايف انا طالب مني ايه، بجيبه وعلى الاساس ده بقول الوحده ايه عندي. اي سيت يا جماعه الموضوع كده